من المخللات الهندية الشائعة في الأسواق مخلل الليمون، متوفرة إما قطع ليمون صغيرة كاملة مشقوقة الجوانب لإدخال المحلول الملحي الحامضي مع التوابل، أو تجدها منقسمة نصفين، أو تجدها كذلك مقطعة إلى قطع مكعبات. مخلل الليمون ذو نكهة لاذعة لكنها غنية بمذاق الليمون الحامضي مع التوابل. نصف كوب أو أكثر زيت خردل أو سمسم أو أي زيت نباتي، ملعقة شاي حبوب خردل، ملعقة شاي حبوب كمون، أوراق الكاري، فصوص ثوم مقطع خشن، نصف ملعقة شاي كركم، ملعقة شاي حلبة مطحونة، ملعقة طعام مسحوق الفلفل الأحمر، ملح، ملعقة شاي زنجبيل مجفف مطحون، مجموعة مشكلة من الليمون الأصفر والأخضر. نبدأ بتجهيز قطع الليمون الأخضر أولاً كما فعلت في مخلل المانجا الأخضر. أتخلص من بقع السواد الموجودة على قشر الليمون والاحتفاظ بالقشر، كما أتخلص من البذور إن وجد واللحاء الداخلي. أقطع حبة الليمون الأخضر إلى 8 قطع أو كما تحب، وهكذا في بقية القطع. وعند اختيارك للليمون الأخضر الأفضل أن تختار الليمون ذو القشر الرقيق وليس السميك، لأنها عادة تكون أكثر مرارة. ثم أبدأ بتقطيع الليمون الأصفر وأتخلص من الرأس والذين والسواد الموجود على القشر إن وجد. أقطع الليمون الأصفر وأتخلص من البذر واللحاء الداخلي. إذا توفر في السوق ليمون بدون بذر فهذا أفضل. تقطع حبات الليمون إلى قطع بالحجم الذي تريده، لكني شخصيا أفضل قطع الليمون إلى قطع تصلح للقضمة الواحدة. أبقيت حبة واحدة من الليمون الأصفر للعصر، لأن الليمون الأصفر أكثر غزارة من الليمون الأخضر، وبذلك حصلت على عصير ليمون يمثل الحامض لزيادة الحموضة في المخلل، وهذا اختياري لأن حبات الليمون في الأصل حامضية وخاصة الليمون الأخضر. يمكنك كذلك إضافة عصير الليمون الأصفر لمخلل الأنباء السابق فقط لزيادة الحموضة ليس إلا. أبدأ بتجهيز الزيت المبهر. أضع الزيت النباتي وحبوب الكمون وقطع الثوم وأوراق الكاري وحبوب الخردل وأنتظر حتى يسخن الزيت وتطلق الرائحة للمكونات. أضع الليمون المقطع في صحن عميق. أضع البهارات المطحونة المذكورة سابقا. أضع الملح وعصير الليمون. أقلب جميع المكونات حتى تختلط جيدا. ثم أصب الزيت المبهر على خليط الليمون
أقلب المكونات حتى تختلط بالزيت جيدا. أغطي الصحن بغلاف نايلون لمنع دخول الهواء حتى لا يفسد. أترك قطع الليمون في خليط النقع ليلة كاملة أو 4 ساعات. بعد مضي الوقت الكافي للنقع أتذوق طعم الملوحة والحموضة المناسبة والمطلوبة. ثم أضع قطع الليمون المخلل في برطمان نظيف. أغطي فوهة البرطمان بغلاف نايلون لمنع دخول الهواء حتى لا يفسد. أضع البرطمان خارج الثلاجة يوم أو يومين ثم أدخلها الثلاجة. يكون المخلل جاهز للأكل عادة بعد مضي أسبوع، وكلما طال مدة التخليل كانت النتيجة أفضل. يمكنك الاكتفاء بعمل مخلل ليمون أصفر فقط أو مخلل ليمون أخضر أو عمل ميكس من النوعين. لا تخلو وجبات الفطور من المخللات كمخلل الليمون ومخلل الأنبة، خاصة عندما ترافق أطعمة النواشف كالحلاوة الطحينية والجبن. تقنيات التخليل تختلف من مطبخ لآخر، فعند مطابخ شرق آسيا وكذلك جنوب شرقها تعتمد في تخليل الخضر والفواكه واللحوم على الملح والحامض، اللذان يعملان كوسيط لحفظ المكونات من التلف لعدة أشهر. كما أن إضافة بعض التوابل والأعشاب وارد، لكن بكميات معقولة حتى لا تذهب بالطعم الرئيسي للمكون. تجد ذلك في أطباق سبق تحضيرها كمقبلات النودل الأسيوي أو صوصات دريسينج كصوص بودو، بينما تجد في المطبخ شبه القارة الهندية اعتماد تقنية تخليل المكونات بالملح والزيت ومجموعة من التوابل التي تعمل كمضادات للميكروبات كالخردل والحلبة والقرفة والقرنفل، مع اختلاف في نوع التوابل بين أقاليم الهند حسب ما يشتهر به كل أقليم. Dun 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 d